نحن هون بريف حمال غربي قلعة مضيق نعمل على تربية الأسماك من كافة أنواعها، وهي المشط والقرب والسلور والفضية والعشبة. أولا نقوم بتجفيف الأحواض وتعريضها للشمس، ثم نقوم بتفريخ الأسماك، وهي السلور والقرب. أكثر شيء يعني عندنا القرب والمعترف فيه بتفريخ الصناعي والسلور. ثم نقوم بتجفيف الأحواض وتعريضها للشمس وتعقيمها بالكلس. بعد ذلك نقوم بجلب الأمهات الإناث والذكور ونقلها إلى هنا ونحقنها بالغدة النخاعية. لكل كيلو سمك نحقنه بأربع غدد، غدة القرب أو غدة السلور.